بسم الله الرحمن الرحيم. غيث صقر من عرب كرنش، ونحن الآن مع السيدة حنان خضير، وهي حنان خضر عقارس، هو موقع ل يعني العقارات في الوطن العربي. حنان، ممكن أن تعطونا نبذة هذا الموقع؟ عقارسي.com هو موقع للخدمات العقارية. الناس بفوتوا عليه عشان يدوروا على عقارات، والناس بتفوت عليه كمان عشان تعلن عن عقاراتها. هو عبارة عن مجتمع على الانترنت. طبعا نحن اليوم كان هناك حفل إعادة إطلاق، فما هو الجديد في الموقع؟ عقارسي له 2.5 سنين على الانترنت لايف، وهذا الوقت المناسب بعد دراستنا كيف اليوزرز كانوا عم بيشتغلوا على عقارسي، كيف كانوا عم بيستفيدوا، شو المشاكل اللي كانوا يواجهوا. حللنا كل هاي المشاكل والاقتراحات، حسننا كثير على الموقع. فمن جديد مثلا ان هناك خدمة مدفوعة وهناك خدمة مجانية؟ اختلف نظام الاشتراك في عقارسي بالنسبة للشركات. الاخرين بيقدروا يفوتوا على عقارسي free membership مجانية، اشتراك مجاني، وبيقدروا انهم يعني يمارسوا جميع المهمات الموجودة، يستفيدوا منها، البحث، مقارنة العقارات، البحث عن وسط عقاريين مناسبين وما إلى ذلك. اشتراك الشركات، وهناك نعم، هنا اشتراك الشركات كما تم ذكرت لي سابقا أن هناك يمكن أن نضيفوا ليستينج أو إعلانات لعقاراتهم، أظن 5 مجانا. الفري باكج، الفري ممبرشيب، الناس العاديين إذا كانوا بدهم يعني يستخدموا عقارسي للإعلان عن عقاراتهم، هم مش حيعلنوا عن أكثر من 5 عقارات. بعد ذلك هذاك بصير انه يعني مدفوع كم الاشتراك السنوي للشركات العقارية؟ طبعا هم بيقدروا يحطوا اب تو 50 عقار على نعم، يعني في نفس الوقت بكم المبلغ؟ $450 اشتراك سنوي. اشتراك سنوي بيحصلوا طبعا على موقع الكتروني. نعم، وهذا في جانب يعني الاعمال، هو اسلوب العمل او البيزنس موديل، فهكذا تحصلوا نعم على يعني ايراد. الايراد بطريقتين، ايراد الإعلانات، الاشتراكات، نعم، والاعلانات على الموقع. نعم، والمشروع لم يحصل عليه تمويل من احد، هو تمويل ذاتي. هو تمويل ذاتي، احنا بنعتمد على الدخل اللي بيجينا وبنصرف منه. نعم، وهو يعني مشروع مربح الحمد لله. الحمد لله، جل اللي نغطي فيه مصاريفنا. نعم. هل تسعون للحصول على من تصديق رأس مال مخاطر مثلا؟ بيعتمد كثير، وكل حالة بتخلص بمعزل عن الأخرى. هلا يعني الأمور واضحة بالنسبة لنا بالنسبة لل اللي هو كيف ربح الموقع. واضحة عم نشتغل على الماركتينج وعم أكثر عدد من الناس. بمناسبة الماركتينج، أنت عدد الزوار طول 500,000، 500,000 500,000 بس كلهم تارجتد يعني على الموقع عشان بهدف محدد بحث عن عقارات. نعم، هذا يختلف عن المواقع الأخرى. الموقع أيضا هو جانب الاجتماعي، فهو شبيه في تويتر وهكذا. هو عقيد هلا بيستخدم اكثر من قناه بروج عن العقارات اللي بتحط فيه، فمثلا بروج عن العقارات اللي بتحط فيه بتويتر، بفيسبوك، بجوجل. يعني بيوتيوب تقصد لان الفيديو تاع العقار يبث الى يوتيوب؟ نعم. جوجل يعني اس اي او اللي هو SEO، وتويتر هو اعاده نشر نشر، وفيسبوك نفس الشيء على صفحه الفان بيج. نعم. ما اختلافات موقع عقار استيت عن المواقع الاخرى المنافسه مثلا عقار ماب؟ وهناك ستارت اب سيخرج من مصر اللي هو MLS ليستينج. عقار استيت خدماته باختصار شديد تخدم جهتين. نعم. بتخدم الباحث وبتخدم المعلن. نعم. عقار استيت بهمه انه ما يعني نوصل لمرحله انه لما حدا يجي يفكر انه بده عقار معين، اول شيء بيخطر على باله هو عقار استيت.com. نعم. لانه الاسهل، لانه الاسرع، لانه المعلومات فيه دقيقه موثقه كامله، فبالتالي نتائج افضل للجهتين وللشركات كمان انهم يبيعوا. نعم.
نعم. هلا انت حضرتك ام لطفلين؟ بنتين، عندي بنتين.